سلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي ندير بكم واحد الدويره، واحد الميني فلوغ. غادي نديكم معايا لواحد الكارتي جديده في مراكش، فور سيزن. واحد الكارتي اللي هي غزاله، داروا فيها دي ماغازان اللي هما كبارين. كيف كتشوفوا معايا، غادي ندوركم شويه وغادي باش تاخذوا فكره على هاد البلاصه. هاد الكارتي هادي جات قريبه للمناره بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش مراكش، او كيجيو هكا غير في لي كونجي هكا كيدوزوهم في مراكش او في لي ويكند. هاد البلاصه هادي الا بغاو يزوروها راه جات قريبه غير المناره. مهم اللي سولتو على فور سيزن غادي يوريها لكم. كيف كتشوفوا كاع لي ماغازان اللي طيحوا لكم على البال كاينين في هاد الكارتي هادي. صافي، قلت غادي نضربوا واحد الدويره، وكنا صراحه بينا نشربوا قهوه هنايا ولكن لقينا كل شيء عامر. تبارك الله، حينت يالله جديد هنايا وكان كل شيء عامر. وصافي، وقلنا مره اخرى ان شاء الله نجي ونتقهوه هنايا ونعود ان شاء الله نصور لكم هكا في بنهار يكون شويه باقي الضو. المهم، كيف قلت لكم لي ماغازان اللي طاحت لكم على البال غادي تلقاوهم هنايا، ديال لي مارك ديال الدراري الصغار معروفين، لي مارك ديال الكبار داروا، كاينه فلوغمار، كاينه حتى هاد مينيسو داروها حتى هنايا. وانا نغتنم الفرصه وقلت ندخل نتقدى نيت شي لعيبات خاصيني من هنايا من مينيسو. وصافي، وهنايا رجعت للدار، بيت نقاد واحد العشيوه. كيف كتشوفوا ساهله ماهله هكا، الا كنتي خارجه اولا كنتي كاع في الدار وما عرفتي ما ديري العشاء، هذه كفكره ساهله ماهله ودغيا دغيا تقدوها في دقائق. كوزاميه غادي نقادها معاكم. هنايا كنقاد لاصوص بيشاميل. هاد لاصوص بيشاميل راه ساهله ماهله ودغيا دغيا تقدوها، زعما دغيا ماشي ما كتاخذش معكم الوقت، وناجحه 100%. كيف كتشوفوا تما درت معلقه ديال الزبده ذوبتها، ودرت معلقه ديال الدقيق الابيض وحركتها مزيان حتى ولات ليا اون بات. ومن بعد كنزيد الحليب وكنبقى كنحرك مع التحريك، ما كنبقى نزيد في الحليب وكنحرك، كنزيد في الحليب وكنحرك حتى كنحس بهذوك هذيك لاباط اللي دارت ليا ديال الدقيق والزبده بدات كتذوب. صافي، ومن بعد غادي من بعد ما نحس بها بدات كتذوب غادي ندير بالنسبه للحليب. كيف كتشوفوا راه كنبقى نزيدو غير شويه بشويه، ما كنزيدوش دقه بحده. صافي، غادي ندير واحد رشيشه ديال البزار، رشيشه ديال الملحه عفوا، رشيشه ديال البزار، رشيشه ديال الملحه. ولا عندكم الكوزه بغيتو تنكهو بها ديروا واحد الحكيكه منها، الصراحه انا ما كانش متوفره عندي. وديروا واحد شويه ديال الفرماج حمر باش يجيكم لوغو ديالها زوين، الا ما متوفرش ولكن هو بيخصكم ضروري في هذه الوصفه هذه. المهم، الا ما بغيتوش ديروا الفرماج حمر ديروا الفرماج مثلثات او مربعات واحد الوحيده هكا باش يجيكم لاصوص بيشاميل ديالكم فيها واحد النكهه اللي هي زوينه. صافي، غزالاتي هنايا على نار متوسطه مع التحريك تحريك تحريك حتى نحصل على داك القوام اللي بغيت انا، يا يكون خفيف يا يكون عاقد بزاف بزاف.
وكانت هذه غزالتي هي العشيوه ديالنا، ساهله مهله وكتجي لذيذه بزاف بزاف. انا درتها هنايا بالدجاج، ممكن ديروها بالكفته، ممكن ديروها بالطن اللي متوفر عندكم. وبسلامه غزالتي.